النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك مناسبة إلا ويذكر بقضية الرحم، وقطيعة الرحم سبب من أسباب دخول النار، نسأل الله العافية والسلامة، لأنها من العظائم الكبار. حقيقة سعدت هذه الليلة باللقاء بهذه الكوكبة الطيبة والجمع الطيب في محاضرة حول صلة الرحم وآثار صلة الرحم على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع، وأيضا تمت زيارة حصن الذيد، وأعجبت حقيقة بما يشتمل عليه من تراث وتاريخ عظيم جدا لهذه المنطقة، وأيضا لقاء مع النخب الموجودة في المنطقة الوسطى، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يتقبل من الجميع.